اليوم معنا وصفة سريعة وسهلة كتير طيبة. طنجرة على النار، نحط فيها الزبدة، أنا حطيت 2 معلقة زبدة، نستنى الزبدة لتذوب وعشان ما تحترق بنحط معها زيت زيتون. بنضل نقلب لتكون الزبدة دابت، بعدين بنكون مقطعين يعني بصلة صغيرة، بصلة حجم صغير. يعني 2 معلقة من البصل المفروم. بس تدبل البصلة نحط شوي من الصويا صوص، بنقلبهم عشان ينحمصوا مع بعض. بعديها بنغمرهم بالمي، بنحط بهارات الأندومي، نحط الزيت تاع الأندومي، بنقلبهم ليختلطوا المكونات مع بعض. بنحط 2 معلقة من الجبن السائل، ونترك المي تغلي لحد ما يدوب الجبن السائل اللي حطيناه.
ونضيف معلقتين من الحليب، منضيف الأندومي. هون بعد ما استوت، شبه استوت يعني، هون تقريبا خلص استوت. بعد ما طفينا عليها النار سكبناها بالصحن. طبعا الطعم جد بشهي. أحلى وأزكى وصفة أندومي بالجبنة.